إن مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والشرب، ما يتم تعويضه بإعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف. وإن مصر دخلت مرحلة الشح المائي والتي تزداد شدتها مع نمو السكان. وتأتي تصريحات الوزير قبيل ساعات من لقاء الخرطوم بين وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان غدا الاثنين، وذلك لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وذلك بعد توقف دام 8 أشهر. فهل تنجح المفاوضات الجديدة في حماية حصة مصر المائية من النيل؟ وما هي آليات الحكومة لمواجهة ما يعرف بالعجز المائي؟ جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة تبدأ الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا، تستمر على مدى 2 يوم بعد توقف دام 8 أشهر. هي الجولة الرابعة إذن، والأولى منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي أول رئيس منتخب لمصر عقب الانقلاب. مراقبون قالوا إن جوهر المفاوضات المقبلة يرتكز على بعض التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة بسعة خزان سد النهضة ونظام الملء والتفريغ وأمان السد، وتسعى الأطراف الثلاثة إلى تضييق نطاق الخلافات إلى أدنى حد ممكن. وبحسب مصادر رسمية في وزارة الري المصرية، فإن الملف المصري في المفاوضات يطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 متراً إلى 95 متراً فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا في الإشراف الفني على بناء السد وفق المواصفات والمعايير الدولية. كما تركز المفاوضات على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب بدلاً من 74 مليار متر مكعب حالياً، والتي تلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى التطرق للسدود الأخرى التي تعتزم إثيوبيا بناءها. الجانب السوداني أكد أنه ليس وسيطاً في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بل شريك أساسي في تلك المفاوضات. مصادر مقربة من أطراف المفاوضات ذكرت لوكالة أنباء الأناضول أن نقطة الانطلاق للمفاوضات تتركز في البيان الثاني المشترك بين كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال لقائهما نهاية يونيو الماضي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. ووفقا لذلك البيان المشترك، تلتزم أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد الإثيوبي. وتكتسب المفاوضات أهمية كبيرة في الشارع المصري، خاصة بعد تصريحات وزير الموارد المائية والري حسام غازي مؤخرا، التي قال فيها إن مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وهو ما يعني أن مصر تمر بمرحلة الشح المائي والتي سوف تزداد وطأتها في السنوات القادمة بسبب الزيادة السكانية. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الأستاذ صلاح بديوي الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الزراعة والري. أهلا بك معنا أستاذ صلاح. حقيقة أبدأ معك مما ذكر على لسان وزير الزراعة، يبدو خطيرا أن مصر بتتعرض وزير الري تتعرض لعجز مائي، فبتقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصناعي أيضا لاستخدامها للشرب والزراعة. ما حقيقة هذا الأمر؟ وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، إحنا حاليا استهلاكنا بالضبط من المية حوالي 660 متر مكعب. 660 متر مكعب للمواطن للفرد الواحد يوميا. صحيح. الفقر المائي عند 1000 1000 وما تحت. اول ما توصل ال 500 وتنزل تحت ال 500 يبقى ده الندره. ال 660 استهلاكنا ده كان لغايه سنه كام؟ سنه 2013 بعد بناء سد النهضة. بس عايز أوضح دي بعد إذنك للسادة المشاهدين، إن الفقر المائي إن المواطن في الدولة ياخد أقل من 1000 متر مكعب، 1000 متر لتحت يبقى فقر مائي من الماء يوميا. أقل من كده يبقى ده في فقر مائي لهذه الدولة، لكن في مصر نصيب الفرد 660 فقط متر مكعب، يعني إحنا اقتربنا حتى من ما هو أصعب من الفقر المائي إلى الندرة في ده سنة 2013. كلام ده في 2013، في سنة 2013 يعني إحنا وصلنا إلى هذا المستوى. فالوضع الوقت بعد يعملوا إيه هم؟ في فجوة بيننا، يعني إحنا عندنا حوالي 74 متر مكعب، 74 متر ألف مليون متر مكعب، مليار متر مكعب
من المياه بنستهلكها سنويا، استهلاكاتنا السنوية منهم 80% بنستخدمها في الزراعة والوضع ده. طب دي اللي بيجينا من السد العالي 55 مليار، واحنا عندنا فجوة 22 مليار سنويا. 22 مليار دول هنسدها ازاي؟ عندك 11 مليار متر كمية صرف زراعي. الصرف الزراعي ده المشكلة انه مش بيعالج، فتضطر الناس تستخدم مياه المجاري، لانه اللي بيعالج ما يكملش مليار واثنين من عشرة منه، فبيستخدموا مياه المجاري، والمياه المليانة مبيدات وكيماويات وكله في الزراعة، وده بيتراكم سواء في أنسجة النبات أو في أنسجة الثروة الحيوانية، وبيصيب المصريين بالأمراض اللي درجة أنه الفشل الكلوي بقي عندنا انتشر عندك وانتشر بهذا الشكل. هنا النقطة الأخطر من ذلك أن القرى المصرية 15% فقط فيها صرف صحي، والبقية 85% و35% بتشرب من مية الحنفيات. انت عندك حوالي اكتر من 60% من الناس بتدقوا طرمبات جنب الصرف الصحي وبتشرب من مية المجاري، ده بيدخل على ده للأسف الشديد، وده غير اللي بيلقى بقى في مياه النيل وده كتير جدا. سأعود إليك الحقيقة في هذا الأمر، لكن ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة سيادة السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، غدا سيكون هناك لقاء ثلاثي بين وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان فيما يخص سد النهضة بعد توقف ما يقرب من 8 أشهر، هل تعتقد أن هذه المفاوضات ستأتي بجديد وحل لهذه الإشكالية بين مصر وإثيوبيا أم لا؟ هذه المفاوضات عبثية وإثيوبيا تكسب الوقت، ونحن يعني مضينا في اتصالات نمطية عقيمة بيروقراطية 10 سنوات حتى الآن نخسر مياه النيل. الزناوي لما جه هنا القاهرة وفي تصريح صدر عنه هو وحسن مبارك انه لا يمكن يعملوا سد الا باذن مصر ولا يمكن يضروا بمصر. وبعدين لما راح الدكتور عصام شرف ولما راح ما يسمى الوفد الدبلوماسيه الشعبيه ولما راح الرئيس مرسي ولما راح الرئيس السيسي ولما هيروح تاني، كل دي عمليه كسب وقت. هذا موضوع خطير جدا، هذا موضوع فيه قتل مصر. طيب يعني سيادة السفير عفوا للمقاطعة، هل مصر والمفاوض المصري يدرك ذلك، يدرك أن إثيوبيا تكسب منا وقت من خلال هذه المفاوضات التي وصفتها أنت بالعبثية سيادة السفير؟ يا سيد العزيز، أنا على الهواء مباشرة طالبت محاكمة 11 وزير ري، لأنه الوفود ووزراء الري والفريق المنضم إليهم من وزارة خارجية مع الأسف الشديد كانوا يتبعون دبلوماسية نمطية، وليس لديهم أبدا فكرة خطر هذا الموضوع على مصر. طب وهي إيه هي الدبلوماسية الأمثل يا سيادة السفير من وجهة نظرك فيما يخص سد النهضة؟ عايز بس أقول إن إثيوبيا كل لعبتها هي كسب الوقت. وعايز اقول ان احنا انا قعدت مقترحات لوزير الخارجيه في ذلك الوقت ابو الغيث وعمر سليمان وايضا لعصام شرف وايضا للرئيس مرسي وقتها، وبعثت للفريق السيسي ايام ما كان وزير الدفاع خطه فيها اوراق ضغط لا تستطيع اثيوبيا ان تتحملها. احنا هم بيقولوا لنا احنا مش هنضرب بالجيش، انا ما بقولش جيش ولا طيارات ولا صواريخ، لكن احنا عندنا ما هو امضى من الطيارات والصواريخ. هذه الاوراق لا استطيع ان اعلنها او على الملا لان ممكن تفقد قيمتها، وانا يعني ارجو احاول ان اكون على اتصال مباشر بالرئيس السيسي اذا قبل، لأن المسألة هي يعني بياخدونا بيفتحونا. وبعدين أنا عايز أنبه لدور السودان، السودان ليس تماما مع مصر ولا هو يتخذ موقفة وسطا، لأن له بعض المصالح في هذا السد رغم أنه مهدد بخطورة شديدة. طيب يا سيادة السفير،
عفوا أرجو أن تبقى معي لأني أعتقد معنا رأي آخر تحب أن تسمعه، لعل يكون فيه نقاش متبادل. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة السفير بلال المصري، سفير مصر السابق بدولتي أنغولا والنيجر والمتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا بك معنا سيادة السفير. الحمد لله. سيادة السفير، لو استمعت لمداخلة السفير إبراهيم يسري وبيقول أن هذه المفاوضات مفاوضات عبثية، وكمان ما سيجرى غدا في السودان وتصب في صالح إثيوبيا اللي هي مش محتاجة أكتر من الوقت وهي بتاخده بالفعل، ما رأيك في هذا الكلام؟ كلام السفير إبراهيم يسري صائب للغاية وأنا أتفق معاه 100%. أنا حضرت جولات زيارات لمسؤول الرأي المصري في السودان تيرة 10 سنين من 90 ل 2001. تمام. الزيارات كانت زيارات فعلا نمطية ولا ليها أي أجندة، ومجرد ناس رايحة وجاية. بالإضافة إلى أن عايز أضيف نقطة مهمة جدا، في الفترة اللي كانت فترة حسني مبارك اللي تم فيها يعني الإضرار بالعلاقات الأزلية بين مصر والسودان وكسر كل ثوابتها، في هذه الفترة توقفت وتجمدت أعمال اللجنة الفنية الدائمة لمياه النيل اللي هي أحد عناصر اتفاقية مياه النيل الموقعة مع السودان في جمال نوفمبر 59، وفي نفس هذه الفترة توطدت العلاقات النيلية بين السودان وأثيوبيا من خلال لجنة مناظرة للجنة المصرية السودانية. بمعنى أن في الفترة اللي تمت في التسعينات تم تقوية وتعزيز العلاقات السودانية الأثيوبية بدرجة غير طبيعية. يعني تتفق يا سيادة السفير مع كلام السفير إبراهيم يسري أن السودان في هذه المفاوضات أقرب لإثيوبيا منها إلى مصر؟ لا، هي مش السودان. أنا طبعا مع احترام الرأي السيد السفير إبراهيم يسري، السودان لا يستطيع أن يكون بحكم طبيعة التكوين ولا يستطيع أن يكون قريب من إثيوبيا دونا عن مصر. عندما هي الفكرة كلها إحنا تهاوننا وأهملنا سياسيا واستراتيجيا في حقوق مصر قبل السودان. السودان كان بيخوض حرب من اجل وحده الدوله، كنا غايبين كل مفاوضات. طيب. المعلوم كان تمت خارج السودان وخارج القاهره. طيب، مفاوضات الغد في الخرطوم يا سياده السفير، مفاوضات الغد في بين مصر واثيوبيا والسودان، تتوقع ان تاتي بجديد او بحلول مبدئيه للاشكاليه ام لا؟ ما اعتقدش، لان المريض مات. المريض مات، يعني معناه ان خلاص ان اثيوبيا ستظل تبني السد الى نهايته وهتملى زي ما هي عايزه 74 مليار متر مكعب ميه. اثيوبيا ليها احتياجات مائيه تتطلب منها هذا الوضع، هذا السد، وبالاضافه الى ان هذا السد يضعف اكثر مما هي ضعيفه يضعف مصر. وطبعا دي واقعه في مخطط الدول الكبرى. يعني ايه يضعف مصر يا سياده السفير؟ يا ريت لو توضح لي النقطه دي بعد اذنك، يعني ايه يضعف مصر هذا السد؟ طبعا تعلم سيادتك ان اي دوله عافيه لابد لها من اقتصاد عافي وقوي. صحيح. الميه هي عماد اي اقتصاد. لو قلت الميه قل الاقتصاد بالتالي، لان الميه وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح. فمصر هتضعف زياده ما هي ضعيفه. مصر بس عايز اضيف كلمه، مصر فقدت دورها تماما في القاره الافريقيه في 30 سنه في عهد الحسن مبارك. طيب. التصريحات كانت تطرح في جرائد الاعلام ما هي الا تزيين لتطويل مده حسن مبارك. طيب، ابقى مع سيادة السفير لأن لدي سؤال مهم لحضرتك، لكن سيادة السفير إبراهيم يسري أعود إليك. يعني الشؤون المعنوية في القوات المسلحة أذاعت فيلم تحدثت فيه عن ليه الجيش انقلب على مرسي، وكان من ضمن أحد الأسباب اللي جعلت الجيش ينقلب على مرسي إن هو فشل في العمل فيما يعرف بملف سد النهضة. أفهم من كلامك المبدئي أن أيضا هذا النظام تحت قيادة السيسي سواء قبل أن يأتي كرئيس الجمهورية أو بعد ذلك أيضا فشل في إدارة هذا الملف، هل هذا صحيح؟ يبدو أن ذلك سيكون صحيحا إلا لو تنبه الرئيس السيسي إلى أن المفاوضات عبثية، لأنه سبب واحد أن أثيوبيا صرحت وصرح وزير أثيوبيا تصريح رسمي وزير خارجيتها أن باب المفاوضات قد أغلق. ثم جاء تقرير اللجنة الثلاثية وأثبت أن هذا ضر مصر. فأي كلام دلوقتي مفاوضات هي عبارة عن عبث وكسب الوقت، وإحنا حرام مصر هتضيع من الجنوب بالمية ومن الشمال بسرقة ثلاث حقول غاز وإحنا ما بنتحركش، أو على رأي أحد المدعين وإحنا قاعدين.
ده كلام يعني مصر فيه مؤامرة عليها. الطاقة من الشمال والمية من الجنوب. يا ناس اتحركوا. أنا كتبت كتاب في هذا الموضوع. أقدر أقول لك على ورقة ضغط وحيدة اللي أقدر أقولها. اتفضل. إنه في واحد سعودي مستثمر مليارات في هذه المنطقة اسمه العموزي. لو كان السعودية تستطيع أن تقنع العمودي أن يضغط أو أن يسحب استثماراته، أعتقد أن هذا سيكون أحد أوراق الضغط. ده بيستثمر هذا المستثمر السعودي بيستثمر فين؟ في أثيوبيا يا سيادة السفير؟ في أثيوبيا وجوارها. طيب. يعني له استثمارات زراعية ومائية كبيرة جدا. طيب سيادة عفوا ابقى مع سيادة السفير إبراهيم، لكن أعود للسفير بلال مرة أخرى. سيادة السفير، ما أوراق الضغط التي تمتلكها مصر فيما يخص سد النهضة والضغط على الحكومة الإثيوبية للتراجع أو على الأقل للقبول باشتراطات مصر فيما يخص بناء السد؟ هو لا، بداية أنا عايز أحدد النقطة. تفضل. إثيوبيا ليست وحدها في هذه المعركة. أثيوبيا معاها بيوت المال والخبرة الغربية. وهديك بس مثال بسيط حالي بيحصل في مشروع اسمه نقل مياه الأوبانجي، أحد فروع نهر الكونغو، لبحيرة تشاد، لأن بحيرة تشاد في الستينات كانت 25,000 كيلو متر مربع، أصبحت الآن 2000 كيلو متر مربع ونص. الغرب بيمول هذه العملية، نقل نهر إلى خارج حدوده، يعني بيخسروا القانون الدولي. تمام. اللي حصل في أثناء عملية قناة جونجري، السوق الأوروبية قبل ما تقبل الاتحاد الأوروبي أحجمت وسوفت وأماتت موضوع تمويل حفر قناة جونجري وساعدت جون جارانج لتدمير الحفار الألماني اللي هو أكبر حفار كان في العالم وقتها عن مواصلة حفر القناة، وكان فاضل حوالي 70 كيلو متر لإتمام هذه القناة اللي كانت هتجيب لمصر 2 مليار متر مكعب مية. المشكلة دلوقتي إن احنا مش بنحارب أثيوبيا يا جماعة، احنا مش بنحارب أثيوبيا أرجوكم. أثيوبيا يعني مش عايز اقول لفظ سيء، هي دوله محترمه وكل حاجه، في مثلا معطيات احنا عمالين نقول ان هي الكنيسه تقدر تعمل حاجه في اثيوبيا. الكنيسه من سنه 51 علاقتها تقريبا مقطوعه بالكنيسه الاثيوبيه وتم فصل الكنيستين. فالورقه طب يعني افهم من كلامك نحن امام قدر محتوم يا سياده السفير ولا في ايدينا اوراق نلعب بيها؟ بصراحه ايوه بصراحه ما اقدرش احمل اي نظام بعد 25 يناير تهمه وجريمه الجريمه التي اقترفت طوال 30 سنه، اهمال وعدم احساس بالمسؤوليه وتحديش لكل القوى الوطنيه. يعني افهم من كلامك يا سياده السفير ان الكلام على ان الرئيس مرسي يعني فشل في اداره الملف ده كان كلام دعائي وسياسي اكثر منه حقيقي على الواقع حقيقي؟ نهائيا، ولا الرئيس مرسي ليس له علاقه بهذا الموضوع. من يوم ما اتعمل الاتفاق الاطاري كان المفروض نعرف ان سد النهضه قدر. والاتفاق اساسا وقع قبل مجيء الدكتور مرسي. طيب. لكن ما فيش اوراق ضغط، تعتقد ان ما فيش اوراق ضغط والمفاوضات عبثيه؟ في ورقه بسيطه ممكن اقولها، يجوز هي طبعا تخيليه افتراضيه. يعني كان مفروض جدا مشروع محور قناه السويس، دلوقتي اثيوبيا بعد انفصال اريتريا بقت دوله مغلقه. السودان ادى اثيوبيا مدخل على بور السودان، لان الصادرات جيبوتي واريتريا زودت الجمارك والرسوم. كان ممكن جدا ندي اثيوبيا 5 كيلو 10 كيلو في محور القناه لصادراتها وارداتها واشياء من هذا القبيل، عشان هي بتدينا الميه، كان لازم نديهم احساس بان احنا بندي، لان فعلا الميه بتيجي من ناحيتهم. شكرا شكرا جزيلا سيادة السفير بلال المصري، سفير مصر السابق بأنغولا والنيجر والمتخصص في الشؤون الأفريقية، كما أشكر أيضا سيادة السفير إبراهيم يسري كان معي عبر سكايب من القاهرة. أخذ تعليق من حضرتك سريعا أستاذ صلاح، الأمر واضح أنه أنا عفوا بالمصري اسود قفل خلاص تماما، وأن إثيوبيا ماضية وما فيش حلول. هو ما اسود، أنا آسف، هم بيضحكوا علينا. حتى الآن يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إزاي؟ لكن المشكلة أنه قائد الانقلاب ومجموعته في القاهرة غير مؤهلين للقيام بهذا الدور. هو راح يفاوض إثيوبيا ومصر منقسمة إلى نفسها وأمنها القومي مضروب في مقتل. نلملم أشياء مصر مفروض. بس واضح أن المشير السيسي اعترف أن مشكلة سد النهضة ملهاش حل، لأنه قال إن احنا نقعد 3 سنين نعاني من شح في المياه. ده كان في كلام سابق، يعني اعترف ان مفيش حل خلاص. لا، في حلول. في اوراق ضغط خاص معرفها جدا اجهزه الامن المصريه.
في اوراق ضعفها جدا اجهزه الامن المصريه. زائد في نقطه مهمه احنا بنتجاهلها، الدور الاسرائيلي والامريكي في الموضوع ده. امريكا عملت 34 سد لاثيوبيا، اثيوبيا نفذت 13 سد منهم اربع سدود كبرى. سد النهضه احد الاربع سدود. الاربع سدود لو اقيموا هيحجزوا 80 مليار متر مكعب من الميه. في شركه اسرائيليه واخده توزيع الكهرباء مثلا اللي هو في سد اثيوبيا هتتولى توزيع الكهرباء. وفي اكتتاب وفي اكتتاب عملها الشركات الاسرائيليه. اثيوبيا سمحت لناش احنا ان نشارك في التمويل. اثيوبيا قاعده تبني وهم بيقولوا بنفوضوها. اثيوبيا بيفوضوها على ايه؟ عرضنا بيضيعوا وقت لصالح أثيوبيا. عبس وإضاعة وقت يعني زي ما بيضحكوا على الناس يعني بالمفاوضات دي؟ مش بيضحكوا، هم فاشلين. بيضحكوا على الناس طبعا، هو مفاشلين. والسيسي متفق مع أثيوبيا لصالح أهله وعشيرة تل أبيب. لصالح أهله وعشيرة تل أبيب اللي لهم مطامع في مياه النيل عبر ترعة السلام، وهذا معلن واليهود بيعلنوه حاليا. وفي حاجات سرية من تحت الترابيزة بتتم، حاجات بتهدد أمن القوم على مقتل. الأقل ولو حسب كلامك أن ينجح السيسي مش العكس، لكن سأعود إليك في هذه النقطة. كبلنا جديد زي كامب ديفيد ما كبتتنا. نعم. وعادت إلينا سينا منزوعة السيادة وبتهددنا بقى لها 30 سنة. هيكبلنا جديد. سأعود إليك لكن يعني. نذهب مع السادة المشاهدين إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونرى ما الذي قيل في هذا الموضوع والأمر بالطبع لدى حسام. ماذا لديك حسام؟ نعم أحمد، يعني أغلبية التعليقات غير متفائلة تماما بنتيجة المفاوضات. نبدأ ببيلا التي تقول لن تنجح أي مفاوضات في ظل الانقلاب وبكرة تشوف مصر. تعليق آخر من رقية التي تقول ما فيش أي حاجة هتنجح في عصر السيسي وبكرة تموتهم العطش. التعليق الأخير من فيسبوك مع أبو معاذ الذي يقول يحافظوا على حصة مصر، والله لو يقدروا يبيعوا النيل كله مش هيتأخروا وتحيا مصر. وإلى التويتر مع وائل الذي يقول من الممكن أن ننجح لأن أثيوبيا تبني السد بتمويل إسرائيلي وقائد الانقلاب كنز استراتيجي جديد لإسرائيل. التغريدة أخرى من حمدان الذي يقول ليه مكان الببلو بيقول إن الخير هيعم على مصر من سد النهضة ولن يؤثر على حصتها من المياه، ولا خلاص الناس نسيت. تغريدة الأخيرة من تويتر من سارة التي تقول حتى المياه فيها عجز وبكرة تسيبوا مصر. ما بين بكرة تشوفوا مصر وبكرة تسيبوا مصر عدة أشهر قليلة فقط. واضح يا أحمد أن أعداد متزايدة من المواطنين زائد. لا شكرا جزيلا، بس ده وضع في يأس شديد جدا. نعم. سيبوا مصر وإلى آخر. أشكرك حسام، شكرا جزيلا. لكن لإثراء هذا النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور أيمن شبهان خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا دكتور أيمن. أهلا وسهلا. نعم، كخبير في الشؤون الأفريقية فيما يخص موضوع سد النهضة، هناك مفاوضات ستبدأ غدا في العاصمة السودانية الخرطوم. ما توقعاتك لهذه المفاوضات؟ هذه المفاوضات فهي تأتي في إطار اللجنة الثلاثية التي كان قد توقف العمل بها إلى أن التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي وتم الاتفاق على تفعيل عمل هذه اللجنة. وبالتالي هناك بعض المطالب التي يطلبها الجانب المصري وننتظر الردود عليها من الجانب الاثيوبي. لعل اهم المطالب هي مد فتره التخزين والعوده بالتخزين الى المستوى الاول وهو 14 مليار متر مكعب من المياه. هناك بعض الأخرى وليس 74 مليار متر مكعب كما تريد أثيوبيا دكتور أيمن، صح كده؟ أثيوبيا هي التي كانت أعلنت منذ البداية عن 14 مليار متر مكعب. ثم ارتفعت بمستوى التخزين على يعني مراحل حتى وصلت إلى المستوى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهذا المستوى يعني يتنافى مع حقيقة الأوضاع على الأرض والطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية للمكان. وحتى عندما تم تدويل تقرير اللجنة الثلاثية أدان الجانب الأثيوبي في هذا الأمر، حتى أن شبكة الأنهار الدولية طالبت أثيوبيا بالتوقف عن إنشاء السد بهذه الشروط المكشفة. طيب. التي لا يمكن. دكتور أيمن بخبرتك في هذا المجال، عفوا للمقاطعة، لكن بخبرتك في هذا المكان، كان معي ضيفين من يعني السفير إبراهيم يسري والسفير بلال المصري، ليهم خبرة واسعة في هذا المجال. هو بيقولوا أن دي ما هي إلا مفاوضات عبثية بتكسب منها إثيوبيا وقت وهي ماضية في بناء السد وفق لرؤيتها لهذا الأمر. هل تتفق معهما في هذا الرأي أم لا؟ أتصور أن المفاوض المصري يتحسب جيدا لهذا الأمر، وأنه سوف يتم وضع سقف زمني للتفاوض بحيث لا يطول أمد التفاوض ويكون الوقت في صالح أثيوبيا
بنفاجئ بأن السد أصبح حقيقة واقعة في مصر. طيب، هناك سقف ثمن التفاوض سوف يتم. ما الذي تمتلك مصر في هذا التفاوض؟ نقاط القوة، أوراق القوة وأوراق الضغط التي تمتلكها مصر فيها فيما يخص ملف سد النهضة. أولاً، ما هي؟ إثيوبيا بموجب معاهدة 1902 التي لا تزال سارية إلى الآن ملزمة بموجب القانون الدولي، وكانت إثيوبيا آنذاك دولة مستقلة ذات سيادة باحترام حقوق الشركاء في حوض نهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو روافضه الأساسية إلا بالرجوع إلى الشركاء. وهذه الاتفاقية من الناحية القانونية ما تزال سارية إلى الآن. لكن هناك في اتفاقية دكتور صحح لي لو أنا ما كنتش صحيح، في اتفاقية أخرى مضت عليها معظم دول الحوض غير الاتفاقية اللي حضرتك بتتحدث عنها وأصبحت هي القائم العمل بها حتى هذه اللحظة، حتى لو مصر لم توقع عليها. أستاذ أحمد، لا توجد حتى الآن اتفاقيات. أما اتفاق عن ديدي الإطاري فهو ما زال اتفاق خلافي، لأنه هناك ست دول موقعة عليه وهناك خمس دول حتى الآن لم توقع عليه، وبالتالي عند حدوث خلاف ما بين الشركاء في حوض نهر دولي يتم إرجاء الأمر حتى يحدث توافق. لا يوجد حتى الآن توافق على اتفاق عن تيبي، ولا يوجد اعتراف دولي باتفاق عن تيبي. وبالتالي الاتفاقات التي لا تزال سارية إلى اليوم هي الاتفاقات السابقة، اتفاقية 1902 واتفاقية 1929. يعني أنت متوقع في النهاية أن المفاوضات من الممكن أن تأتي بجديد يا دكتور؟ هذا ما سوف تسفر عنه المفاوضات، ما سوف نعرض المطالب على الجانب الإثيوبي وسوف نحدد في ذات الوقت سقفا زمنيا لهذا التفاوض. ومثلما ذكرت هناك الكثير من أوراق الضغط التي لابد من تفعيلها على التوازي وليس على التوالي، بمعنى ألا نمنح إثيوبيا مزيدا من الوقت لكي تحول السد من مشروع إلى حقيقة قائمة. هو حقيقة ده بني منه 40% يا دكتور حتى الآن، حسب ما صرح به بعض المسؤولين. القواعد الإنشائية حتى الآن ما تزال القواعد الإنشائية، هذا ليس له علاقة بارتفاع السد ومستوى التخزين وعدد سنوات ملء الخزان، وهذا هو الأهم. شكرا جزيلا. يمكن أن أقيم قاعدة، ولكن ارتفاع السد هذا الأمر محل تفاوض. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور أيمن شبانة خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة. طبعا نتمنى أن تأتي مفاوضات الغد في الخرطوم بالخير على مصر في هذا السياق. شكرا جزيلا دكتور أيمن شبانة، كما أشكر الأستاذ صلاح بديوي الصحفي المتخصص في شؤون الزراعة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. شو فاشل وفحرة النقل من هنا جوه. غليان بين الباعة الجائلين بعد إجبارهم على الانتقال من وسط البلد إلى جراج الترجمان.